الورد ويا الشربطه. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الفل عليكم يا جماعه. احلى مليون مساء على كل. بعد اذنك انت كده ده المعتاد بتاع زمان زي ما هو شغال. طيب كل حاجه ده المعتاد بتاع التقديمات. ممكن نقدم وانت برضو هتعمل المعتاد. بص بقى اللي مش معتاد. السلام عليكم. السلام عليكم. وحشتوا قلبي واشتاق اليكوا، وان كان عليا وحياة عيني دايما فاكركوا واسال عليكوا. سلام عليكوا. سلام عليكوا. بس خلاص. مساء الخير عليكم يا جماعه، ومساء العسل على الناس الحلوه الجميله، احلى ناس في الدنيا. احنا هنا عند ابو نور في البحيره في دم نهور، عند عش عيسى عم ابو نور قد الدنيا كلها بامانه كل الواجب يا جماعه. احنا النجم الكبير عم خميس شعبان عبد الرحيم وعم ابو نور بامانه قاموا معانا بالواجب و100 فل و10، وانا مبسوط ان انا جيت معاهم والله العظيم. واحلى فسحه واحلى غير جو. انا تعبت يا جماعه من كتر الشعب، حرام بقى. حاولوا تحبوا كل اي حد، اقسم لكم بالله احلى قعده في الدنيا. احلى احنا كده هربانين. يعني هربانين كده من القاهره، هربانين من الدنيا، يعني هربانين من بنادق من هناك من الشعب هناك. اه والله العظيم احنا نورنا البحيره والله. ايه رايك في البحيره؟ واحلى ده احلى ناس بجد، اقسم بالله ناس حلوه. ده طبعا ده ناس كرمه. هي طول عمرها البحيره معروفه ان هم اهل ال لا طبعا اهل الكرمه طبعا والوصول. لا حقيقة. وتعتبر الرقعه الزراعيه في مصر طبعا. انا كفايه لا واحنا جايين اهو والله. وانا نقول لك إيه؟ وانا نقول لك على فكره محمد طبعا. برضو اهل القاهره ارجل ناس طبعا. يا رب خليك. اهل اسكندريه احلى واطعم ناس، واهل المنصوره كل طبعا. محافظات مصر على فكره حلوه. نور طبعا. محمد واحنا جايين كان فاتح لايف على منصه يعني من المنصات، ف بقى يوري للناس لمؤاخذة ويسلم على الناس حبان الزراعة والبهايم والحاجات الحلوة اللي احنا جايين دي. الحاجات دي ما بنشوفهاش الا واحنا جايين لك من الزراعة على الاعصاب. وطول الطريق بقى الناس تمشي ورا العربية شعبولة وتشوف كشري كشري طول السكة لحد ما جينا لك احنا جايين يعني. لا ده وادي ستة كمان بقى ما شافتني مين تقول لك ايه ده اللي احنا عملنا كشري بتاع التلفزيون هو اللي بيطلع التلفزيون. كنت عايز اقول لها يا حاج والله كنت عايز اسلم عليها، بس انا لو نزلت انا مستاهل الشعب كان كتير قوي. انا مثلا لو كنت اكل علقه ماشي كان يسلموا عليها ماشي الله اعلم. قلت له خش طيب معيد. طيب قوي الحمد لله. لا على طيب الحمد لله. طيب على فكره أوي. على فكره محمد مش زي الناس ما متخيله، هو ده عنده طيبه واضحه خالص. ما انا هقول لك على حاجه، ما انا خليني بقطع كده على قنوات وجميع التلفزيون طبعا. الصحافه والاعلام جابوا لي المرض معش كده. انا زي واحده بتقول لي في مذيع شغال ايه، وتقول لي شغال دكتور فاتح عياده امراض نسل. بس ايه موضوع الفيلا والعربيات؟ يا ابو نور عايز اقول لك علبه الكشري دي في ناس تقول علبه الكشري السوداء، لكن علبه الكشري دي وش اخر حاجه. بعد اذنك ممكن اتكلم كلمتين؟ اتفضل. انا وابو نور مع بعض. اتفضل. طبعا لما حد بيجي يتكلم في حقي انا بسكت حقيقة. فتسكت؟ اسكت طبعا. ده بستاذن حضرتك. لا 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 طبعا اتكلم انا وابو نور. انت عمي والله 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 هتكلم اللي ربنا يحاسبني عليه. بس انا ما اسيب السجاير دي دلوقتي. ابو نور الراجل ده في ناس كتير قوي بتتنمر عليه قدامك. انت اكيد بتقرا كل الحاجات على اليوتيوب والفيسبوك وعلى كل الحاجات والتيك توك وكل الكلام ده. انا قلت كده كتير، وامبارح قلت كده برضه، النهارده بقول بقى عند ابو نور وعلى قناه ابو نور كلام بما يرضي ربنا اللي ربنا يحاسبك عليه تقوله. طبعا الراجل ده مش من مصر بلدنا دي. طبعا احنا كلنا مصريين. سيبك من دمنهور والقاهره والكلام ده. احنا كلنا مش مصريين. طبعا. واحنا لما واحد فينا واحد بس مش مهم محمد كشري ده خالص. محمد كشري بتاع الحرفيش مش مهم. كشري الحرفيش واحد من الشارع طبعا يا راجل. واحد من اللي كانوا محبوسين في السجن واخد 25 سنه وخرج وبقى حاجه كبيره. انا عايز اعرف نكره له ليه الحته دي؟ نكره له لانه يبقى حلو والناس تشوفه نضيف والناس تشوفه راكب عربيه والناس تشوفه بيقيموا البني ادم واعلى تقييم في الدنيا. لا ده بيقيموا الكلب. اه والله العظيم ابارك الكلب لما يلاقوا كلب بلدي نايم في الشارع بيبقى. اتفضل يا باشا. هنقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. دايما عشان تثبت لنفسك النجاح في مصر اعرف ان طول ما انت بتنتقد اعرف انك ناجح. انا ما بقولش خلي دي قاعده على حاجه. بص 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 في حاجه هنا قاعده. ايوه ايوه ما هو في نقاد. طول ما في واحد بيخش يكتب لك في لايف او في حلقه او انت راجل قابلت ان انت تظهر على السوشيال ميديا
تمام. طالما طلعت على السوشيال ميديا انت كده دخلت حلبة المصارعة. تمام. تمام. في على السوشيال ميديا ابو نور وفي خميس وفي فلان وفي محمد رمضان وفي كذا وفي كذا وفي كذا. في الحلو وفي الوحش. ابو نور. تمام. انا ممكن انتقدك في الشغل. انت انت راجل عندك مزرعة كلاب وبتدرب وبتبيع والكلام ده. لا سهل يا رب ارزقه. فممكن الانتقاد ده بقى ممكن واحد بتاع كلاب من المنصوره من القاهره مش عارف منين ده يقعد ينتقدك ويقول لك لا ده بيدرب غلط ده بياكل وحش ده مش عارف بيعمل ايه ينتقدك في الحته بتاعته بس في نقطه مش انما مش كل منها. مش حلاوله كل الناس لا اللي في حاجه هنا مش واخد بالك منها يا حبيب قلبي ما هو انت اتكلمت عني انت راجل بتربي كلاب وبتربي ايه يا عم هو ابو نور اسطوره قوي كده يا باشا ما انت اتكلمت عني عم الله يرزقه بص يا باشا بص ما هو انت اتكلمت عني انت راجل بتربي كلاب زيي حلو وانتقدتني يبقى معنى كده اول ما انت تنتقدني انت وصلت لي رساله ان انا لفت نظرك تمام ايوه دي حلو انا بقول لك على اللي زيك فمعنى ان محمد جمهور كتير ينتقده معناه ان هو لفت نظر ناس كتير يا ابويا لا يعني ممكن تلاقي واحد دكتور كاتب له شتيمه اه واحد يقول يا عم احنا زهقنا من المشكله في حاجه هنا بس يا جماعه ممكن نجمع الاذن في حاجه هنا المشكله الناس ما بتتكلم على النت ما بيشوفوني في الشارع علق لي يشدني يشربني قهوه ويشربني الشاي وفضله في النهار وفضله النوم انا ما طب ما انا اشوف حد بقى بيش ما فيش ماليش حد ده قبله واحد راجل اسمه عم صبحي من عندنا من الفا من كام يوم لا بارك له عم صبحي لقيته بيشده من هنا ويقول له ده انا بدور عليك بقى اربع شهور عايز اقتلك بيقول له ليه قال مش عارف انام بسببك قال له انا مش عارف انام بسببك كل انا شلت قال له انا قطعت السلك بتاع النت من والتليفون البيت بسببك من البيت حصل والله والله ده واحد صاحبي بقى قال لي على الطلاق بالثلاثه انا قفلت قافل فيسبوك لمده شهرين عشان خاطرك قال لي على الطلاق انا اقفله نجاح قلت له يا عم والله ايوه دي بقى تزعل في ايه النجاح يعني تزعل مش عارف بقول ابو للناس في ناس بتقول لك عندكم هو عمل ايه يعني هو عمل ايه ده اذا كان ابويا الله يرحمه لما غنى اغنيه بكره اسرائيل ونجحت والعالم كله الاجنبي والعربي وكل الانواع بتاعت الناس عرفته بقت الناس تقول لك اجي مثلا اتكلم على ابويا كويس وواحد زيك يجي يشكر في ابويا شويه يقول لك شعبان عبد الرحيم ده راجل مش عارف ايه ولا ايه لا الناس بتتكلم لا عليك رحمه مش شعبان يوم واحد قايل لك انتوا بتتكلموا ومثلا اجيب بدله من بتاعت ابويا ولا العربيه بتاعته اقدمها اوريها للناس واقعد اتكلم على حاجه ابويا ده لو ابويا حرامي هاحترمه صح عشان انا ابن حلال صح يقول يوم واحد جاي كاتب لك يقول لك هو انت ليه يا عم حاطط بدله ابوك ليه يعني بدله جمال عبد الناصر ولا بدله مش عارف مين يعني حتى الراجل اللي مات محدش سايبه في حاله واللي عايش اقول لك على حاجه كلمتين اتنين كلمتين اتنين والله والله بقولهم لكل الناس اصحابي واللي مش اصحابي العالم كله وحياه لا اله الا الله البني ادم ده ما بيملى عين غير التراب فعلا اخر كلام فعلا. في الصيف مش عاجبك ان انت الدنيا حر وفي الشتاء مش عاجبك ان الدنيا ساقعه وتقول انا سقعان يا عم لو الصيف يجي ما فيش حد عاجبه حاله الحال انا هكلمك على حاجه حاله هو مش حال محمد كل هقول لك على حاجه بسيطه خالص فضل. قالها نجم فضل. زمان بدون ذكر اسماء نجم تلفزيوني قالها كان النجم ده وصل لدرجه نجاح ان مصر كلها كانت تتمنى تبقى هو مصر كلها لما جم استضافوه في التلفزيون وقالوا له انت كتر الانتقاد اللي نزل عليك انت عامل معاه ايه قال كلمة واحدة الكلمة دي أنا مشيت على مبدأها وأول مرة ناخد كلمة من نجم تلفزيوني أنا نمشي عليها أنا راجل بتاع كلام بره الموضوع أنا مش راجل نجم ولا حاجة حلو الكلام أنا ليا مجال أنا ليا مجال أنت عارف قال إيه الراجل ده قال كلمتين حلوين طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أظن إحنا عمرنا ما نوصل لدوفر ليه طبعا لأن أنا عارف إن في ناس ممكن تكتب كومنت يقول لك أنتوا إيه وصلكم للرسول؟ إحنا ده إحنا ما نجيش خيال أيوه لا إحنا لا مؤاخذة ما نجيش فردة أبقاب اللي كان بيلبسها بس برضه إحنا مسلمين وموحدين بالله وعارفين الرسول بس في نقطة وماشيين عليه كان ليه ضد وكان ليه كارهين وكان ليه أعداء تمام فأنت هتستكبر على نفسك ياللي ما نجوش أبقاب الرسول يبقى لنا أعداء؟ عليه السلام لا لا احنا فرحانين زي ما كان الرسول باعدائه وزي اللي كان بيعمل له حمام على باب بيته وجه بطل ان هو يعمل وراح الرسول زاره تمام احنا فرحانين لان احنا كده برضو من صفات المسلم ان اعدائنا احنا ننجح على قفاهم
انا ونطلع على كلمة يا عم ابو نور، احنا عايزين الناس تتكلم عليه زي ما تتكلم، بس عايزين نحب الخل بعضينا يا حبيب قلبي. المحبه يا حبيب قلبي ده يا جماعه، انت ليه انت ليه انت ليه عايز تقنعني ان انا نكون زيك؟ انت راجل محترم وراجل بتحب الخير لغيرك، انا راجل مش محترم، انت عايز تقنعني ليه ان انا نكون زيك؟ انا حر، انا ما تربيتش على المبدا اللي انت تربيت عليه. في ثلاث حاجات هنا صح، في ثلاث حاجات انا عايز اقولهم على اذنك. ممكن النجم، انا عمري ما اذيت حد وضرت حد ولا خدت حاجه من حد ولا ضايقت حد ولا ده، بالعكس انا عمري ما خنقت اي حد ولا ضايقت اي حد وتحت امر اي حد، لكن انا والله العظيم ولا خدت فلوس من حد ولا ضايقت حد ولا خنقت حد. في ناس تقول لي كفايه بقى يا عم، طب خلاص الصفحه قدامك، اقلب الصفحه اللي بعديها. صح، مش فاكر حاجه. المهم ان انت نورت البحيره يا باشا، ربنا يخليك يا ابو عصام. طبعا ربنا يخليك يا عم خميس. ما ينفعش نقول له، ما ينفعش نقول لخميس شعبان عبد الرحيم انت حبيبي حبيبي، ربنا يخليك. ما ينفعش نقول لخميس شعبان عبد الرحيم انت نورت البحيره، لان احنا خلان عياله. صح صح يا عيل، لا ده انتوا اللي نورتوا البحيره، احنا اللي نورنا البحيره. بالنسبه للناس اللي في البحيره هي اللي منوره حبيبنا. انا حاسس ان انا في حاجه ثانيه. بص انا عايزك، انا عايزك تقول كلمتين. انا عايزك تقول كلمتين. مش كوابيس عايشين بص فيها. بص بامانه، بص انا طول انا عايش في كابوس. بص انا حسيت ان احنا في المنطقه اللي احنا كل يوم ده اقعد 100 سنه قدام المنطقه اللي احنا فيها دي. لا خليك المنطقه اللي احنا فيها دي معاك، مش قصر كريم. المنطقه اللي احنا فيها دي اسمها حفص. المنطقه اللي احنا فيها دي اسمها حفص. تمام. طريق حوش عيسى الزراعي. طبعا حوش عيسى تعتبر دوله البحيره، معروفه دوله البحيره، ابو المطامير، النبريه. إيه انت كده مش دي طريق حوش عيسى اللي فيها الراجل بتاع العربيات اللي بعيد بعيد, بعيد بعيد بعيد. خلي بالك بس، اصل حوش عيسى فكروا ان انت تقصد عليهم. لا ده لا لا, 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 لا على فكره ابو عصام ما بيشكرش. لا لا انا هتكلم انا بعد اذنك. فكروا ان انا بتكلم عليهم هم. لا ده حوش عيسى دي داخلهم عليا من وانا قد كده، طول عمري بشتغل هناك من وانا عندي 13 سنه. لا انا بتكلم على فرد، ما هو مش لا انت بتفرد. انت بتتكلم في الفيديو بتقول الراجل اللي على طريق حوش عيسى. الراجل اللي على طريق حوش عيسى في ناس فهمتها او ممكن يكونوا ناس كارهين فهموها ايه. في حاجه هنا بقى، انا عايز اقول حاجه. في ناس تقول لك محمد ده مش من لابوره، مش من لابوره، مش من لابوره. يا جماعه ده ربنا وبعت رزق، ده بالرزق بالله ونعم بالله عادي. ده ربنا شاور على البني ادم وربنا كرمه. لا هو ربنا لا، عشان برضه عشان ما حدش يعلق على دي يقول لك وربنا بعت لك رزق سجاير. لا 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 هو السجاير هو رزق وربنا هو ربنا بعت له. يعني كان بيجيب علبه كليوباترا الاول وتعب، انا كنت بشيل فرط، فعايز ينفض الحته دي والفلوس والفلوس لعبت. والله عايز ينفض الحته دي، عايز يعمل فلتر ويعمل فلتر جديد. فام اما العمليه يا ريت بس اعمل الفلتر، الناس مش سايباني اعمل الفلتر حتى. يا جماعه حرام بقى، مليون مسا عليكم يا جماعه. احلى مليون تحيه لشعب القاهره وشعب اسكندريه وشعب البحيره، وبالاخص دوله حوش عيسى ودوله ابو المطامير. دوله ابو المطامير، دوله النبريه، عرب البحيره، عرب مصر، عرب اسكندريه، صعيد مصر. احلى تحيه لكل الناس اللي انت معانا. انا بحيي كل الناس اللي في البحيره طبعا. بالكامل بالكامل، من اصغر طفل، انا مش هينفع اقول عيل عشان عيب. من اصغر طفل لبنت صغيره لست الراجل كبير لشاب، انا بحييهم وكلهم على دماغي. وبالاخص حوش عيسى، بس وبالاخص ما عاد الراجل بتاع العربيات اللي على حوش عيسى، عشان الراجل ده بيترسم واترسم عليا وانا متضايق قوي. اي حبيبي عم خميس، انت نورتنا حبيبي. احلى مليون مسا عليكم. انا فرحان جامد قوي ان انا قاعد معاك. بعد اذنك ثواني، عايز اقول له بقى كمان بالمره، يعني احنا جينا لك عشان نسالك على العربيه، وانت عشت فكرتنا بتوع كشري. احنا مشينا من عندك، احنا مشينا من عندك، واقسم بالله العربيه جت لنا لحد عندنا. اي والله جبناها في ساعتها. يعني مش احنا مش هنوقف عليك. يعني مليون مسا عليك يا عم خميس. محبة الناس يا جماعه حلوه، ودايما يا رب نحب الخل بعضينا، وربنا يسترها عليكم يا رب، وكل عام وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيبين. الراجل ده مضايقني قوي، وكل عام وانتم طيبين. مضايقني قوي، معلش عندنا دي. معلش 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 والله نلح عليك. واحنا ما هو عشان 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 شاف العربيتين الجداد اللي انا اشتريتهم وشاف دي. بحب الناس بقى، معلش هو زعلنا بس. مليون مسا عليكم يا جماعه، احلى تحيه لكل الجمهور الجميل. و يا رب الدنيا وسمع.